طبعا فوز معنوي للفريق، للكادر التدريبي، كادر تدريبي جديد. تعرف أكثرية اللاعبين هاي السنة لاعبين جدد، أشوف هذا الثلاث نقاط ثقة للكادر وللاعبين، وأشكر الجماهير على حضورهم اليوم ومؤازرة الفريق 90 دقيقة. نهدي لهم هذا الفوز وإن شاء الله بالمباريات القادمة نكون أفضل. طبعا أكيد مسؤولية كبيرة بالنسبة لنا احنا كلاعبين منتخب وطني، نقدم أضافة للنادي مع زملائنا اللاعبين، وإن شاء الله يا رب أنه نكون عد حسن ظن الجمهور والفريق. طبعا أكيد مكانهم خالي بالفريق، قيمة فنية مثل علي جاسم وإبراهيم بايش وأيضا أيمن حسين، لهم ثقلهم بالفريق نادي القوة الجوية الموسم الفات. إن شاء الله الشباب الجدد إن شاء الله يكون بهم البركة ويقدمون مستوى مميز هاي السنة. طبعا أنا شاهدت بهم مجروحة بجماهير نادي القوة الجوية الموسم قبل سنتين، كنت ويا الفريق ومؤازرة دائما ودعم الصفاء دعم خاص. الحمد لله والشكر قدمنا أنه نكسب 3 نقاط بداية مشوارنا الآسيوي، راح يخلينا ندخل للدوري بأريحية أكثر.